طبعا اهلا وسهلا بكم اصدقائي. اليوم راح نلعب دبات الكاتس. اخر حلقة الحقيقة هزمنا منغوليا والصين، وطبعا وحش اليابان دزونا وحش بونص راح يعطينا، وقتلنا الوحش ما قدرنا نقتله، هو اللي قتلنا. اوكي هاي جوائز اليومية رسيد شلوت ان ايتم وان كارت تيكت رسيد. اوكي شبار شلوت ان ايتم كوتي كارت فود رسيد. اوكي شفاق طعم طعام القطط، طبعا احنا عارفين طعم القطط تستخدمه اذا كثرت علينا الوحوش. اوكي راح نروح اليوم نهزم الوحش الياباني اللي ما قدرنا نتغلب عليه، اليوم ان شاء الله نهزمه. نقول له استعد. طبعا انا طورت القطط مالتي، سويت لها بقريت ليه اليابان اليابان الياباني. تذكرون اليابان دزتنا وحش، هزمنا المرة اللي فاتت. هذا الوحش طلعنا شايفينه، مدفع عندي راح اخليه يقرب على الوحش واستخدم ضد الوحش. أنا أستخدمه شايفين جبته، تغلبنا على الوحش. وحصلنا انتصار على اليابان. راح نلعب بعد كل استاد. هنشوف دولة ثانية، فلبين. فلبين ما لعبنا. الدول جاي تنفتح بالتدريج، كل ما خلص دورة انتصر على دولة تفتح لي دولة جديدة.
هاي القطة على اليسار ضغط من اليسار الأسفل دائما تقولها يصعد السرعة صعد السرعة مع الإنتاج القطط شايفين صارت 300 سرعتها بين كل دين سهل راح نتغلب عليهم بسهولة انتصار سهل على الفلسطين شوفنا دولة ثانية ممكن ما لعبنا تايلند تايلند ما لعبنا تايلند شايفين من رفعنا الشفنة ونحتاج إلى خطة زاد كان أيضا سهلة ماكو وحوش شفنا عليهم فوز سهل شفنا دولة ثانية جرب كوريا كوريا ما لعبها راح يكون انتصار سهل هنا مبين زين خل نروح ال اعتقد لعبنا كوريا كلير شايفينها بالاحمر كلير دورنا دورة ما لعبناها لعبنا كل الدول نيبال ما لعبناها خلينا ننسى بيرينج نشوف والله شنو هاي راح نلعب نيبال ما لعبناها اول مرة ايضا انتصار سهل عندهم وحش طبعا وحش طبعا ايضا
وحشين صاروا. زين حرج فتار وحشين والله. النيبال مهم ايضا. انتصرنا بالرغم من ذلك انتصرنا. يقول نيو لا بغريب. خلينا نشوف شنو عنده. سبيشال كات ابغريد. يقول تطورها، تقدر تطورها. 8000 بعد. خلينا نشوف الكات مالتنا ماكس ليفل. الكات مالتنا بس النيو كات نقدر نطورها. نيو كات نقدر نطورها. صارت ليفل 4. صارت ليفل 5. ليفل 6 وليفل 7. طورناها. نرجع حبايبي، كانت هاي اللي عدنا اليوم. طورنا القطط مالتنا، استطعنا ننزل الوحش مال اليابان وايضا مال دولة ثانية شفتوها ويانا. اخر دولة لعبناها دزت لنا وحشين، بالرغم من ذلك قطتنا مطورة قدرنا نهزم الوحشين. وألقاكم بحلقة جديدة إن شاء الله. هذا حكومات في أمان الله.